خليني اقول لحضرتك زي ما حضرتك والاستاذه منى يمكن اشرت الى انه معرض تراثنا دي تعتبر ان شاء الله النسخه الخامسه نعم من المعرض تحت رعايه فخامه رئيس الجمهوريه، وده يمكن اول حاجه بيؤكد على اهتمام الدوله بهذه النوعيه من المشروعات، وخصوصا من الدنيش او من النواحي الاقتصاديه والاجتماعيه وتوفير فرص عمل. وخد بال حضرتك ان احنا يمكن عندنا عدد كبير قوي من الحرفيين اللي بينتهوا هذه الصناعات في مختلف ربوع الوطن في المحافظات المختلفه. السنه دي يمكن الجديد في المعرض اربع محاور مهمين قوي لازم ناكد عليهم السنه دي. السنه دي يمكن سمه المشروعات الحرفيه والتراثيه صناعتها بيغلب عليها الطابع غير الرسمي. في اطار تحفيز الدوله للقطاع او ادماج القطاع غير الرسمي للرسمي، اصدار قانون 250 ومتضمنه من العديد من الحوادث، فابتدينا ان يتحفز هذه الصناعه او الصانعين على الاندماج في القطاع الرسمي، فتلاقي معظم اللي متواجدين في معرض السنه دي موفرين اوضاعهم وداخلين في القطاع الرسمي بحيث ان يتمتعوا بمزايا وحقوق الدوله من رصد دخولهم في قانون 250 بسنه 2020. دي اول حاجه، اول كلمه يمكن في المعرض. النقطه الثانيه المهتمين احنا بيها قوي في المعرض ان احنا في جناح خاص لتصدير الصناعات الحرفيه. يعني احنا كنا دايما بنفكر على الصناعات الحرفيه على المستوى الوطني البيع على السوق المحلي، لا، توجه الدوله في الوقت الحالي انت عارف توجه الدوله ده في الفتره القادمه ان شاء الله زياده حجم الصادرات ب 100 تصل الى 100 مليار دولار من النواحي المختلفه من الانشطه المختلفه. نعم. الصناعات الحرفيه ليها دور في هذا المجال وليها بوتنشال وليها فرص كبيره قوي واعده على السوق العالمي، لان عندنا لو حضراتكم والساده المشاهدين شافوا المعرض شافوا المنتجات في منتهى الروعه، هتلاقي موجود هناك العديد من المنتوج الاجنبيه والمحليه اللي بتطلع على هذه المنتجات في اطار ازاي نتنقلها الى السوق الخارجي. برضو على هامش المعرض وده جديد برضو ان هناك اصبح مجموعه من بعثات المشترين، الجهاز لصق مع الجهات المعنيه لايفاد بعض بعثات المشترين من الخارج، فهنلاقي مجموعات كثير، هنلاقي مجموعه من اسبانيا موجوده هناك بتشوف مين المنتجات اللي تقدر تنقلها للاسواق الخارجيه، هنلاقي مجموعه من الاردن موجوده هناك برضه، السعوديه، هنلاقي مجموعه من امريكا، فرنسا، هنلاقي المجموعات دي موجوده بتبص على المنتجات دي ومدى امكانيه نقلها الى الاسواق الخارجيه وتصديرها الى الاسواق الخارجيه، وده محور مهم قوي لازم اقول لحضرتك عليه. حاجه الثالثه ودي الجديده برضه ان احنا بنحاول نبقى كاش ليس، بمعنى ان احنا نحد من تداول الاوراق الماليه، بمعنى يشتغل بالاي تي اس بالكاش بالفيزا بكده، ودي يمكن موجود المكان ده متاح هناك، طبعا ما اقدرش اقول لحضرتك 100% انما ده متاح وده متاح، بس بنميل اكثر لموضوع اللي هي الكاش ليس او من غير دفع او استخدام الكارت للكروت فيزا في الدفع او كده. الحاجه الرابعه ودي الجديده عندنا برضو ان احنا طورنا، ما بقاش المعرض فقط لعرض منتجات للمستفيدين انما برضو استقى او تضمن خدمات اخرى. الجهاز ابتدى يتيح في جناح خاص خدمات غير تمويليه وتمويليه للعارضين وللزائرين.